فيك ألم جوايا ما تشرحش، كان نفسي أقوله بس الوقت ما سمحش، كان نفسي أكون معاكي وأدلك على الطريق، في الطريق أفضل واقف وأكون ليك صديق، ودي حكمة الأيام. عمالك عمالك غمزيله 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 لك مش غمزيله لك طبعا غمز لك غمزيله وقفي على جنب يا عمي وقفي قومي وقفي قومي. بنتابع مشاهدينا مع ضيف اليوم، ومع اليوم ضيفين هن عيسى وريما عساف صانعي المحتوى على تيك توك. صباح الخير. صباح النور. كيفكم؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ والله تمام الحمد لله. يعني مكسرين الدنيا على السوشيال ميديا، على انستغرام، على تيك توك. الحمد لله. خبرونا شوي هيك عنكم، مش كتير هلا بنعرف انه اخر فتره صار في كتير كوبلز عم يعملوا يعني تيك توك مع بعضهم او عم يعملوا فيديوز هيك مهضومين. خبرونا اول شيء كيف تعرفتوا على بعضكم؟ متزوجين جديد ولا لكم؟ الاخبار كلها عند ريما. هو لريم. ريما احنا صار لنا سنه على قد متزوجين. تعرفنا على بعض عن طريق ابن خالتي، كان بيشتغل عنده بالبيت، كان عيسى عم ينفض بيته، وبالصدفة شفنا بعض، تعرفنا على بعض، وهو أنا كنت بسوريا وبالصدفة يعني جاية على لبنان وشفنا بعض. قلت هيدي هي قوام. هيدي هي. قلت هيدي هي، اسم الله عليها اصلا، يعني اكيد لازم تقول هيدي هي. يعني خبرنا هيك اليوم شوي ككابل، مش هين تكونوا سوا عم تعملوا محتوى على صحيح. تيك توك، مين بيتفق على الكونتنت؟ مين بيقول يوم بدنا نعمل هيك؟ هيدي هي الفكره اللي نحن عبالنا نشتغل عليها. هي الافكار تقريبا اكثريتها من ريما بتجي، وهي اصلا هي اساس الفكره، يعني هي اللي قالتنا انه كيف بلشتوا؟ بلشتوا بوقت كان كورونا وهيك؟ لا من بعدها صح، ما صرنا اقل 9 شهور 8 شهور، والحمد لله جمعنا يعني بفضل من الله. هيدا مش جمعنا انها وصاروا عائلتنا، مليون مليون و800 الف على حساباتنا. اوكي. وبهذا الوقت القصير يعني صح، ففي ناس بلشت من كورونا وما عندها هذا الرقم، فهذا توفيق من الله ومحبه الناس، يعني نعمه الحمد لله. اكيد. كيف بتتفقوا ريما؟ يعني كيف بتقولوا اليوم مثلا من وين بتجيب الافكار؟ صعب يعني الناس بتحضر هذا الفيديو القصير اذا بدنا نقول، بس هو بياخد شغل معكم. هو كثير بياخد شغل صح، تحضير وهالقصص وحتى تفكير. اوقات ممكن تكون مواقف يوميه تصير معنا مهضومه، فقالوا لعيسى انه لا هذا لازم، نحن هذا الموقف لازم نصوره، هي الفكره نحن لازم نعملها. اوقات لا بقعد مثلا بصفن بقول له ليس والله طلعت بهي الفكره اليوم، اللي بيكون قصص بدها مونتاج واللي بيكون قصص بدها تصوير حتى برا البيت. يعني اوقات بنضطر انه نطلع برا البيت ونمشي مسافه طويله لحتى نلاقي مكان مناسب للفيديو اللي نحن بدنا نصوره. يعني بتشتغلوا كثير على الفكره وعلى المحتوى لتقدموا كمان شيء جديد. يعني شفت هذا الفيديو اللي عرضته تبع الخمزه غمزيله غمزيله، هذا يمكن عيدينه شي 6-7 مرات ليطلع انه 100% تمام. اكيد. يعني عن جد مش التصوير مش سهل. اكيد. مع هذا اللي عم بقوله انه اليوم الناس بتحضر فيديو سريع على تيك توك بالوقت اللي انتم بكون اخذ معكم فتره طويله من صحيح. التحضير ومن الشغل. فهو بيضرب يعني لك هذا 10 ثواني مثلا على صفحاتنا ضارب يمكن 15 مليون على كل صفحاتنا. طيب. عشان هو هذا انا عرفت منه. هذا اكثر شيء بيقولوا لي غمزيله غمزيله. يعني هذا اكثر فيديو انا عرفت فيه. طب اليوم قديش يعني صعب كمان انه تميزوا حالكم؟ يعني في كثير صانعين محتوى وفي كثير اخر فتره خاصه كابلز عم بيكونوا موجودين سوا، كيف اليوم بتقولوا انه نحن بدنا نعمل شيء مختلف عن غيرنا ونبين فيه بطريقه حلوه؟ هلا اول شيء نحن الحمد لله اللي ميزنا، هلا اول شيء نحن لبناني وسوريه. بعرف. ما في كابل لبناني وسوريه. بعد ما في يعني يا لبناني لبناني يا سوريه سوريه يا عراق، بس انه لبناني وسوريه بعد ما في. يعني احنا جمعنا هودي الشعبين هضمتهم وثقافتهم وهيك، هن بيشبهوا بعضهم يعني وقراب لبعضهم طبعا، فجمعناهم هيك بكونتنت هيك انا وريما بين مهضوم ترفيهي بين هيك توعي، كمان بننزل قصص كثير توعي. صح. بقى نحكي هلا عن هذا الموضوع التوعوي اللي هو كثير مهم اليوم، يعني ريما خاصه وقت حكيت عن الحجاب، يعني هذا الفيديو يلي بوقتها راح فايرل. كمان نقست العالم اول شيء وقلت لهم انا امشي الحجاب. خبرينا شوي عنه، قد ايه بهمك اليوم كمان انه انت بتعرفي قد ايه عندك متابعين صغار وقد ايه عندك متابعين بيتأثروا فيكي وبحبوا ريما وبحبوا يعرفوا كل التفاصيل اللي بتقوم فيها؟ وانا لهيك يعني عملت هذا الفيديو، والرساله كانت باخر فيديو كرمال وعيهم، كرمال ورجيهم انه لا انت بتقدري تحافظي على حالك وتحافظي على بالعكس
الحجاب بزيدك جمال. صح. يعني الحجاب ما نعائق لا لدراستك ولا نعائق لجمالك ولا نعائق لانك انت تكوني حتى مشهوره. صح. يعني فيك تحطي حجابك وتحافظي على حجابك وبنفس الوقت تعملي كل شيء انت بتتمني. يعني هذا الشيء رب العالمين نحن امرنا فيه، ورب العالمين ما بيامرنا بشيء عن عبث. يعني نحن وقت الله امرنا انه نحط الحجاب وفرضوا علينا، فرضوا علينا انه هذا الشيء خير لنا. يعني لانه نحن يعني اي بنت بلا حجاب رح تكون احلى من حجاب، بس هو انه مشان نحن نغطي هذا الجمال. مش بالضروره اوقات الحجاب كمان بيعطي هيك جمال ورقي للمراه. يعني لك انت تماما 100%، بس هو يعني هي تجي انت قصدي الفكره. يعني مثلا المراه المش متحجبه بتعمل فتنه بالمجتمع. هي انا فكرت يعني ما قدرت توصلها صح. بس انه هي المراه المو متحجبه بتاع يعني بالنظر لها اكثر من المراه المتحجبه. يعني هلا مثلا ما بينظر للمراه المتحجبه مثل ما بينظر للمراه ما انا متحجبه. ايه اكيد يمكن اليوم لانه قصدك انت كبتلفت تلفت النظر 100%، بتلفت النظر اكثر. ولهيك نحن الله امرنا انه نحط الحجاب لحتى نحن نخف من هالفتنه. صح. وحلو اليوم كمان الشخص يكون هو مقتنع بمعتقداته. الحمد لله. قديه هيدا الشيء صحي وصح. خبرونا شوي، بتتخانقوا هيك كل شيء كل الحياه حلوه؟ ما في بيتنا بيخلى من ما في بيت حلوة. ما في بيتنا بيخلى من المشاكل. بس انا قلت لها مره لريما نحن يعني صار عيون كتير علينا، نحن صرنا مشاهير، فنحن بدنا نحافظ على موضوع المشاكل اللي بتصير بيناتنا. يعني هيدا صار تحدي بالنسبة لنا، المشاكل يعني المشاكل اللي بتصير بينه وبينه هو تحدي. يا أنه هيدا هيدا المشكلة تنزع مراقنا وبتأخرنا لورا، يا أنه لا بدنا نوقف عليها ونستمر. في عنا شغل، في عنا حياتنا، في عنا بكرة أولادنا، ففي عنا أمور. يعني أبدأ أنه والله نشدد كتير على المشاكل، يعني قد ما فينا نتجنب المشاكل. صح. حكيتوا شوي هيك عن حياتكم، أنه اليوم أنتوا كمان عم تعرضوا حياتكم الشخصية على السوشيال ميديا، وهيدا الشيء منه هين. بتحسوا أوقات أنه الشهرة غيرتكم أو هيك صرتوا تعرفوا أنه أنتوا معروفين، أنتوا محبوبين؟ طبعا علي الشهرة، في شهرة مع كبر وفي شهرة مع تواضع، ومن تواضع لله رفعه. فنحن الشهرة لا الحمد لله ما بتغيرنا ولا شيء بغيرنا الحمد لله. يعني مثل يعني احنا يلي بيعرف ريما وعيسى قبل الشهرة بيعرفون انه هن بعد الشهرة بعضهم نفسهم. بالعكس يعني حتى صرنا نتواضع مع العالم الغريبة اكثر. كيف بيتفاعلوا معكم العالم اليوم؟ يعني بتحسوا انه انتم اول شيء انتم عايشين بلبنان؟ لا بدبي. انتم عايشين بدبي. بتحسوا انه العالم كثير بتتفاعل معكم كثير بتعرفكم؟ ايه صحيح. وهون يعني هون بلبنان كثير يعني نحن نزلنا صاروا هلا لريما يبعثوا لها هدايا عن جد. الحمد لله. حلو هيدا الشيء ريما، يعني بتحبي؟ بحب طبعاً. اصلا لو ما بحب ما كانت الفكره فكرتي من الاساس. اوكي يعني وهي اليوم تعتبروها باب رزق؟ يعني اليوم فينا نقول انه السوشيال ميديا لحالها بتأدي لكابل انه يكون عايش من لانه كثير صار في حكي عن هذا الموضوع. أوكي. صار في حكي انه اليوم التيك توكرز عم يعملوا كثير مصاري وعم يجيهم كثير اعلانات، هل هذا الشيء صحيح؟ 100% الحمد لله. طبعا السوشيال ميديا هلا اصلا يعني صار كل شيء سوشيال ميديا، فبالعكس نحن كشغلنا بالسوشيال ميديا بنعمل اعلانات، بنعمل دعايات لشركات كثير كبيره كمان الحمد لله. حلو. وبتحكي انت بالاف الدولارات، يعني مش مبالغ صغيره. شو هيك شو بدكم تحضروا هلا بعد؟ بتوصلوا اوقات بتقولوا ما بقى عندنا شيء نحضره؟ شو بقى نعمل؟ لا شو بقى نعمل؟ نحن بنمشي مع يعني كل شيء عم بيصير، مش ترند، يعني بنمشي مع كل شيء عم بيصير وبنعمل مثله نحن. وفي افكار كثير، افكار الحياه ما بتخلص، وافكار بين الزوجين ما بتخلص. بالعكس نحن عم نقدمها بطريقه كثير حلوه، عم نورجي العالم الشباب الصغار والكبار، عم نورجي انه المره والزلمه اذا حبوا بعض حياتهم بتستمر. صح. وهذا الشيء نحن بحاجه له اليوم. الحب ضروري. شوف كمان مشاكل بين الكابلز ومشاكل كتير كبيرة، يعني بين شباب وصبايا عم يتجوزوا عمر صغير، صار الطلاق هين، صار الترك الشريك هين. قديه بتحس اليوم مسؤوليتي كمان توعي البنات والشباب قديه الزواج هو شيء حلو؟ طبعا انا اصلا يعني دائما بقوله لعيسى نحن لازم اليوم نعمل هذا الفيديو لحتى نوصل رسالة للناس انه الزواج شيء كتير حلو، وانه لا مو غلط انك انت كصبية تتمسكي بالشريك حياتك ولا تسمعي لحدا. بالعكس اسمعي لقلبك، اسمعي لعقلك،
لا تخلي انت مثلا اذا سمعتي والله فلانه زوجها هيك انا بدي اكون هيك، لا بالعكس المهم انك انت تكوني هذا الشيء اللي كثير موجود عندنا بالدول العربيه. يعني انا عيسى بدي تعمل مثل عقل زوجها كيف خلص بيفهم، وهو الزلمه نفس الشيء كيف مرته عقلك يعني يتكونوا بعض يكملوا بعض يكونوا شخص واحد. يعني ما في شك انه كل بيت بيكون فيه. ونحن على موضوع الترند كمان، نحن مثلا بيقولوا لنا مثلا في مره طلعنا على التلفزيون قالوا لنا انتم ترند، نحن مش ترند، الترند هو صدفه. نحن بنتعب على الفيديو وبنتعب عليه وبنشتغل عليه وساعتها بيعمل فايرال، فنحن مش ترند، لا نحن مستمرين، نحن مش فيديو واحد وخلص طلعنا فيه ترند وكملنا. وانا بدي اتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله دائما بتضلكم مستمرين. عيسى وريما عن جد كثير مهضومين، كوب المهضوم وكوب الحلو، الله يوفقكم ان شاء الله هيك دائما بنشوفكم على السوشيال ميديا عم تبتكروا افكار جديده، والله يخليكم لبعض. شكرا كثير لكم.